كبير. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: بالنسبة للنية، هل تكون في جميع العبادات أم في عبادات معينة ومخصصة؟ وما حكم التلفظ بها؟ وما هي العبادات التي نتلفظ بالنية بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النية شرط لصحة العبادة، جميع العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح أي عبادة إلا مع النية والقصد، ومحلها القلب، ولا يتلفظ بها بلسانه، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة طلب التلفظ بالنية، لأن الله يعلمها من قلبك بدون أن تتلفظ. أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. فيكفي أن تنوي بقلبك، تقصد العبادة التي تريدها من صلاة أو غيرها، وأيضا تخلصها لله عز وجل، تخلص النية لهذه العبادة لله، لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا قصد لطمع الدنيا، وإنما تكون لوجه الله عز وجل.